وكاله تشغيل ولايه الاغواط حصر مال سبع للولايه والمناصب اللي راح تتقسم على الحصص في البيرو مونديف تاع ولايه الاغواط ماهيش عادله. نورمالمون الاوفر تاع كامل تاع دار حصر مال يتحط هنا في المديريه الولائيه ويتقسم بالتساوي. احنا راه في حصر مال، انا خدام في حصر مال، راه كاين اللي خادم سبع خدمات، يدخل اليوم يتحجز واش الخدمه يعاود يخرج يعاود يدخل يعاود يدخل. حاب نهضر على لي زوفر تاع سوناطراك التالي هذا اللي راه جا بعثوه الولايه. معليش كنت نديرو خلاص هذا الولايه على بالك لوفر خرج في الويت جبناه لهم تحط كاع في الولايات 14 ولايه تحط فيها هذا لي زوفر، الولايه الوحيده اللي ما تحطش فيها الاغواط على واش مانيش عارف. جبنا له لوفر المدير الوكاله ما لقيناهش، كاين الانجنيور ثم جبنا له لوفر قال لك ما عنديش انا مازال ما جانيش. لو 13 في الليل جيناه جبنا له لوفر قال لك ما عنديش، 14 الصباح كي رحنا له قال لك انا بعث لا ليست. البدايه فيما يخص هذا العرض الاخير، العرض اللي جانا من المديريه العامه الوكاله الوطنيه للتشغيل يخص 19 ولايه في اطار الادماج المهني. هناك ناس تغلط في الناس في الفيسبوك باللي عرض كلاسيكي وباللي من سوناطراك، حنايا لحد الان ماناش عارفين من سوناطراك ولا مش من سوناطراك، لانه في العرض هذا دايرين باللي في اطار الادماج المهني مؤسسه عامه عموميه. فيما يخص انها كان هناك تجاوزات او انا انفي نفيا قاطعا انه لم تكن هناك اي تجاوزات، كان هناك خلل تقني في برنامج في الوسيط، ورانا في تواصل مع المديريه العامه لاصلاح هذا الخلل، ولا لسه سوف القائمه الاسميه سوف يطلع عليها كل الناس ان شاء الله على مستوى الوكاله الولائيه للتشغيل.